دومينيك لاعب القادم من فريق الصفاء بيروت الى تشكيلة الفيصلي. معتز ياسين الحارس الدولي صاحب ال 34 عام من غير تحضير بيلعب كرة للامام، معدية نص ملعب النادي الاهلي ولكن على طول رامي جونيور ترويض حلو بيعمل امتصاص، ولكن في صفارة، في صفارة من حكمنا الدولي نواف شكرلا. ادي الانطلاقة من جونيور، 10 اهداف منذ قدومه الى النادي الاهلي، وادي الترقيصة الحلوة الكوبري زي ما بنقول باللغة المصرية من ميدو جابر صاحب ال 25 عام. ابراهيم الزواهرة واحد من العناصر الدولية لمنتخب النشامة منتخب الأردن. ادي احمد ايوب 45 عام ونيبوشا 42 عام. هنشوف القراءة الفنية، ادي انطلاقة ولكن في تدخل وفي صفارة وفي اعاقة